حشود عسكرية في عدن ومخاوف المدنيين تتصاعد من استمرار الحرب وازديادها ضراوة في المدينة التي ما زالت شاهدة على دورات من العنف والاقتتال. خلال الساعات الماضية استشهدت فتاة إثر سقوط قذيفة هاون على منزل عائلتها في حي سكني مجاور لمطار المدينة، كما أدت المعارك لسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون نقلوا إلى مستشفى الجمهورية في خور مكسر. وبدت الحركة مشلولة في الشوارع الرئيسية مع انتشار قوات الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، بينما تمركزت القوات الحكومية في شوارع أخرى، وبينهما كانت الأحياء السكنية مسرحا للمعارك. ولأن سكان المدينة يعتمدون بشكل رئيسي على تموين السوق والمحال التجارية، فإن إغلاقها ينعكس على معاناتهم على الفور. وتسببت المعارك التي شهدتها المدينة في 10 أغسطس التي انتهت بسيطرة قوات الحزام الأمني على المدينة في تدمير البنية التحتية وانقطاع شبكات المياه والكهرباء عن معظم الأحياء وفق ما قالت تقارير الأمم المتحدة. وحينها توقف ضخ المياه إلى المنازل إثر انقطاع التيار الكهربائي، ولذا فإن تجدد القتال في المدينة يشكل جحيماً للمدنيين. وحملت الصور الأولى من المعارك الدائرة تصاعداً لأعمدة الدخان من عدة مواقع نتيجة اندلاع النيران في بعض المنازل، بينما التهم حريق كبير مبنى المجلس المحلي في حي المعلى. غير أن المخاوف الأبرز لدى المدنيين تتمثل في العمليات الانتقامية التي تمارسها قوات الحزام الأمني، إذ توعد نائب رئيس المجلس الانتقالي والقائد الميداني لقوات الحزام الأمني هاني بن بريك بالتعامل مع من أسماهم بالبلاطجة والخونة المرتزقة في إشارة إلى المعارضين للانقلاب. وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن ثمة تجاهلاً واضحاً وصارخاً لأرواح المدنيين بين أطراف النزاع في اليمن، ويتضح بشكل جلي من خلال الانتهاك العلني للقانون الإنساني الدولي وفي الإهمال الذي تشن به الضربات على المواقع المدنية.